ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. إحنا رانا مدينة السعيدية من بعد ما كما نقولوا الحجر الصحي، والحمد لله وهذا هو اليوم الأول نوصلكم الأجواء هنا في مدينة السعيدية، خصوصا الناس اللي توحشوا مدينة السعيدية. وهنا فضيصة كما كتشوف معنا، هذا هو الشعار ديال السعيدية كما كتشوف معنا هنا فضيصة. اليوم غادي تشوفوا معنا هنا الأجواء وتشوفوا السعيدية صراحة حزينة بدون الجالية المغربية، بدون المغاربة، الناس اللي كيجيو من المغرب اللي توحشوا السعيدية وتوحشوا البحر ديال السعيدية. اليوم غادي تشاهدوا هذا الفيديو، الأجواء صراحة خاوية، ما كاينش هذا العام ما كاينش البحر كما كتشوفوا معنا، يعني موسم خاوي بدون صراحة بدون سباحة كما نقول لكم، يعني باش نوصلكم هذه الرسالة. نتمنى إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو حاولوا ما يمكن تضغطوا على زر لايك للتشجيع وفعلوا الجرس باش دائما يصلكم الجديد عبر قناة ماجي تي في. تحية للجميع وأحبكم في الله. Thank you.
كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.